السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تخصيب اليورانيوم على قناة ساينس فيرست. أولا، اليورانيوم من أكثر العناصر الكيميائية كثافة في العالم كله. اكتشفه الكيميائي الألماني مارتن كلابلوت سنة 1789 وهو بيحلل العينات المعدنية في مناجم الفضة. هو فلز لونه أبيض يميل إلى الفضي، وينقسم إلى نوعين، يورانيوم 235 ويورانيوم 238. يحتوي اليورانيوم الخام على 0.7% فقط يورانيوم 235، والباقي يورانيوم 238. والنسبة الضئيلة من يورانيوم 235 دي ممكن يسهل انشطارها بحيث ان هي تستخدم في الاغراض السلمية والاغراض العسكرية. ومن ضمن الدول الاكثر انتاجا لليورانيوم كازاخستان وكندا واستراليا. بيستخرج اليورانيوم من باطن الارض مثل الفحم والنفط. موجود في مناجم التعدين في نحو 20 دولة حول العالم كله. يستخرج خام اليورانيوم أثناء عملية التعدين ثم ينقل إلى مطاحن، وفي المطحنة بيفصل اليورانيوم عن المواد الأخرى ويتحول إلى أكسيد أو ما يسمى بالكعكة الصفراء أو كعكة اليورانيوم. كده بيحط الكعكة الصفراء دي في براميل معدنية خاصة وبيتم نقلها لمنشآت تحويل اليورانيوم، وبعد كده بعمليات كيميائية معقدة بتتحول الكعكة الصفراء دي الغاز. الغاز سادس كلوريد اليورانيوم UF6 بيكون جاهز طبعا للتخصيب. الغاز ده تم رفع نسبة اليورانيوم 235 لمستوى يسمح باستخدامه لأغراض عسكرية باستخدام اسطوانات ضغط مركزي سرعتها بتفوق سرعة الصوت. بيتم ضخ غاز الـ UF6 اللي احنا قلنا عليه في اسطوانات بتدور بسرعة عالية جدا. في العملية دي بيتم دفع اليورانيوم 238 وهي اللي هي الذرات الأثقل نحو الخارج، وبتتجمع اليورانيوم 235 في المركز، والذرات الخفيفة دي بيتم تجميعها مرة واثنين وثلاثة لزيادة تركيزها. وبيوجد نوعين طبعا، يورانيوم منخفض التخصيب ويورانيوم عالي التخصيب. اليورانيوم منخفض التخصيب ده بيكون نسبة التخصيب فيه من 3% ل 5%، وده بيسمح في وده بنستخدمه في الأغراض السلمية. أما اليورانيوم عالي التخصيب بتوصل نسبة التخصيب فيه ل 20%، وده بيستخدم في الأبحاث، لكن إنتاج قنبلة نووية لازم توصل نسبة التخصيب ل 90%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.